خلال مباحثة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الكولومبي، جدد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش التعبير عن تنويه وتقدير كافة مكونات المجلس للموقف النبيل والتاريخي الذي عبر عنه البرلمان الكولومبي بمجلسيها من خلال قراره الصادر في دجنبر 2018 والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. السيد بن شماش أشاد باعتبار الكونغرس الكولومبي لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة الأساس الأمثل والوحيد الذي يتمتع بالجدية والمصداقية من أجل إيجاد حل للنزاع المفتعل حول هذه الأقاليم تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب. كما أعرب عن اعتزازه بأهمية زيارة الوفد الكولومبي التي تأتي في سياق الاحتفاء بمرور 40 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في هذا السياق دعا رئيس مجلس المستشارين ممثلي البرلمان الكولومبي إلى التفكير المشترك في سبل تعزيز التعاون البرلماني على المستويين الثنائي بين البلدين وعلى المستوى متعدد الأطراف من خلال خلق آلية للتعاون الثلاثي مغربية إفريقية كولومبية والانخراط في المبادرة الطموحة التي أطلقها البرلمان المغربي الرامية إلى تأسيس منتدى برلماني إفريقي أمريكي لاتيني كفضاء للترافع حول القضايا الراهنة والطموحات العادلة لشعوب القارتين. رئيس الوفد الكولومبي أعرب عن تقدير مكونات البرلمان الكولومبي للدعم الكبير الذي قدمه المغرب في مسلسل السلام ببلاده، مؤكدا أن التجربة المغربية الرائدة في العديد من المجالات ومكانته السياسية والجغرافية المتميزة تؤهله لتقديم المزيد من الدعم لكولومبيا في صورتها الجديدة المتسمة بالاستقرار والتنمية وتعزيز البناء المؤسساتي الديمقراطية. المسؤول الكولومبي أكد أن هذه الزيارة ترم توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات في مجموعة من المجالات الحيوية واستثمار الموقع المتميز للبلدين في تعميق الشراكة الثنائية باعتبار المغرب بوابة لكولومبيا نحو إفريقيا والفضاء الأورومتوسطي وبلده منصة متينة للمغرب لتعزيز تموقعه بأمريكا الجنوبية.